طلعت ناصحة سناء جايبة 3 اخوات عشان يجوا مع بعض ويمشوا مع بعض ويغشوا مع بعض في الامتحان. دي نحمدوا الفراشة اللي عندي في المدرسة، جت وجابت معاها اخواتها الاتنين حمدة وحميدة. يا سلام، حتى اسمائهم كمان فيها اختصارات، يعني ابوهم ما بذلش مجهود عشان يسميهم. بابا هما كل دول ولا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا؟ ايوه حبيبتي، اسمهم جهلة، دول جهلة، وجايين لي طبعا عشان اعلمهم، عشان تعرفي النعمة اللي انت فيها يا ماما. ما انا معلمك بفلوس قد كده، روحي عند تيتك. عادي، قدامنا منهج كبير، قدامنا مشوار طويل، قدامنا نضال عظيم. يا سلام، كلمة منهج، الله، ما حسسان ان انا مدرس بقى والعصي واستعمل واضرب. ماشي طب ما تبدا انت، مستني نبدا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا اوكي سيبيه، انا الطلعه دي انا اللي هبدا معاهم. اتفضل. يلا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، النشيد اللي انا حفظته لكم. ها يلا، يا اللي اتحرمتوا من التعليم الفرصه لسه قدامكم، من غير ما تغرم ولا مليم، عدونا ناوي علمكم. بس اخرسي، اسكتي، انا عندي مبدأ تاني خالص. المهنة بناضل بتعلم تلميذي نحو الأمية، المهنة بناضل بتعلم تلميذي نحو الأمية. حرام عليك يا سناء، بوظت الأغنية بتاعت منير. منير ممكن يزعل مننا. يلا غلط، خش على طول. اخش يعني؟ خش على المنهج. يلا اخش انا ولا تخش انت؟ اخش انا. يا جماعة انا عايز اقول لكم ان حروف اللغة العربية عبارة عن 28 حرف. استاذ في ترتشة عندنا كده في المنطقة، بيقولوا ان هم 25. اشاعات. اقعد يا رفرف، مش اي حاجة تسمعها تصدقها على طول، دي اشاعات. هم 28 حرف. هنبدأ بالحروف على طول مع الاستاذة سناء. اتفضلي. اول حرف عندنا في المنهج هو حرف الالف. ولا ألف، عشان كلكم تبقوا عارفين عبارة عن عسكر المرور يا رفرف. الألف هو عبارة عن عود القصب يا زرزور. الألف هو عبارة عن المدير، اما انت تقف قدامه بتبقى واقف زي الألف كده. هو يا صابة، هو في ألف يشيل شاي وقهوة؟ تاني حرف عندنا في المنهج هو حرف البه. والبه ده عامل زي ايه؟ زي مشنة العيش. المشنة انت تحطوا فيها العيش، بس هنا الرغيف عندنا تحت. طب ما كده الرغيف يقع. لا يا ستي، لو الرغيف وقع يبقى حطي مكانه نقطة. عادل. ايه؟ عادل. ايه؟ سكت تلاميذك، عشان لو ما سكتش تلاميذك هضربك انت وتلاميذك. يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الضحك، ما ينفعش حد يلعب في ودان اللي جنبه، ما ينفعش حد ينام. كل الكلام ده تقدروا تعملوه في الفسحة بس. لو سمحت يا استاذ، لو سمحت. دلوقتي في سؤال من تلميذي رفرف. اتفضل يا رفرف. لا سؤال ولا حاجة يا استاذ، انا عايز اعمل بيبي. بيبي؟ البيبي في الفسحة ومش هنا اهو على الصحراوي. اقعد 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 اقعد. قبلتي لعن اذنك، ممكن اسال سؤال؟ ينعل اذنك انت، عايز اسالي تقولي ايه؟ هو سي الاستاذ صابر مرتبط؟ عايز ايه يا صابر؟ عايز تروح الحمام؟ ما فيش حمامات دلوقتي. ادم من لا مؤاخذه، ممكن اجاوب على السؤال ده؟ لا مش هتجاوب على السؤال ده، لان السؤال ده بره المنهج. احنا هنا بنعلم، هنا نحو امية، افهموا بقى، مش حب امية. خلاص يا سناء، خلاص. بصي بيعملوا ايه؟ خلاص يا سناء، انت هتتنرفز عليهم من الاول. بيبصبصوا لبعض علني. ممنوع البصبصة، البصبصة ممنوع. خلاص يا جماعة، في الفسحة اعملوا اللي انتوا عايزينه. ها، عندك حاجة تاني في الحروف؟ تالت حرف عندنا في المنهج، انتبهوا، حرف الت. وحرف الت ده عبارة عن مشنة بس فيها رغيفين عيش. ويا جماعة هذا التشبيه ليكوا كلكوا. ليه؟ لأن كلنا يا جماعة بنجري على أكل عيشنا. سندوتشات فول، سندوتشات جبنة، سندوتشات بيض، سندوتشات بالمخلل. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، في الفسحة يا ماما. طيب أنا في الكانتين. سندوتشات. بالنسبة لسندوتشات في الكانتين، أي حد عايز سندوتشات بجنيه ومعاه مخلل وفيه مربى. المنهج يا عادل، المنهج. بالنسبة للحرف اللي جاي، وهو حرف مهم جدا، في ناس بيقولوا عليه سه، لكن هو مش سه، لازم نطلع لساننا واحنا بنقوله، وهو ث ث ث كده اهو. ابتدي، وده عليه 3 نقط فوق كانها مشنه وفيها 3 ترغيف. والعيش اللي جوه المشنه فينو ولا بلدي؟ فينو ازاي؟ فينو بيبقى طويل، البلدي هو الصغير، وهتلاحظوا كمان ان هو نفس الحجم بتاع العيش البلدي المدعوم. ايه يا ابوي، وعيش عيش وانا قاعدين في فرن ولا ايه؟ ما تقول لنا تشبيه غير ده. جرى يا عم زرزور، انت تزرزر علينا ولا ايه؟ سيبولي يا خفيف، انت والخفاف التانيين هتكتبوا من ألف لغاية ث،
2240 مرة عشان يخش في دماغاتكم ما يطلعش العلام، ما يتكبش برا نفخكم، وهو ده الهوم ورك لغاية بكرة. الهوم ورك زي ما هي قالت الأستاذة سناء هو الواجب، هو ده الواجب اللي عليكم، ودلوقتي الفسحة.